السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كاملين ملاح وبصحة وبخير وعافية. اليوم جيتكم يعني بحاجة جديدة، نوحت يعني مشي وصفة ومشي تدبيرة. اليوم راح نوريلكم يعني روتيني في تنظيف الغرفة، في تنظيف الغرفة تاعي. هاد الغرفة يعني فيها كلش، أنا دايرة فيها كامل يعني صوالحي، أنا يعني عايشة مع الجوز تاعي، وعلى هذاك الغرفة هذه راه فيها كلش. اليوم راح نتعلمو كيفاش راح تنظموا الغرفة تاعكم، كيكون يعني تكوني عايشة في غرفة واحدة مع الأولاد تاعك كامل. على هذاك اليوم راح نوريكم كيفاش راح ننظمو. أنني دايرة الفراش هنايا كيما راكم تشوفوا مع الشومبرا عادي، يعني درته و يعني عادي نظمته يولي شباب. شوفوا هنا راني دايرة يعني صوالح دراويت فوق هنايا، هنا معلقة صوالح تاع الزوج تاعي، وكذلك أنا دايرة يعني أكواريوم هنايا راني مخويتها باش نقيها وكامل، وفريجيدار باش ندير فيه الماء لأنه يعني احنا نسكن في الدوزيام، وندير فيه صوالح البنت تاعي. هنا التلفزيون اللي دايره فيه هاد لي كارنيتير اليوم راح ننظفو، وكذلك لاكوافيز دايرتها من هاد الجهه، والخزنه يعني خزنه تاع بلاستيك شريتها لبنتي جنان عاديه. شوفوا كيفاش دايره، يعني حاجه بسيطه ما تكونش كبيره بزاف باش ترفد القش تاع بنتك وكامل يعني صغيره، وتنظمي فيها صوالح بنتك. هنايا التفريشات راني رفتها، يعني القعده تاعي انا ندير درت دايره قاعده منها رفتها وكامل باش خويت كل شيء خويت. راح نبداو على بركة الله في تنظيف هاد الغرفة تاعي، وكذلك إعادة تنظيمها من جديد. شوفوا القش كيفاش راه داير، كل شيء راه مربش، كل شيء يعني يفوت شهر ما تعوديش تنظمي كلش، كل شيء عاودي تربش، كل شيء يتقلب. على هذاك اليوم راح نعاودو كل شيء، راح نحط البنات يعني كي تبغي تنظفي الغرفة تاعك يعني لازم تحطي كل شيء، كل شيء نحطوه. شوفي يعني نظمت كل شيء ومن بعد بالجبيد وكامل كل شيء عاد تقلب لي. على هذاك اليوم راح نحضروا رمضان ان شاء الله، لازم يكون نقا، يكون كل شيء بخوخ، كل شيء يكون منظم باش تحسي بالراحه. على هذاك اليوم راح نخو كلش، لازم تخو كامل الخزانه تاع الملابس، وكذلك كيما نقولوا في السداريه لازم تنحي لها كامل هذوك الدراوي تاعك القدم يعني اللي وتغسليهم ونحو كامل هادو اللي طابي تاع الرفوف تاع الخزانه تاعك، كذلك راح نحوهم باش نغسلوهم، ويعني باش يولي كلشي جديد ان شاء الله. هذه الجهه تاع الزوج تاعي، هو يعني كي نوض صباح الخدمه يكون مقلق كلشي يقلبه، وانا نعاود على هذاك راني راح نعاود ننظمها على حاجه يعني باش ما يتقلبلهش. كما راكم تشوفوا هذا صوالح تاع الخدمه، هاد المنظمات راني خدمتهم امامكم. هنا يبدا غير يحط وصاي، يجيب ويحط. على هذاك انا راح ننظمه له باش ما يوليش خطوه اخرى يتربج له صوالحه، نظموه بطريقه جيده. بعد ما خوينا، شوفوا خوينا كامل القش حطوه برا، يعني كامل القش اللي عندك حطيه باش تعرفي روحك اش كديري. خوي كامل، انا خويت كامل القش تاعي. شوفوا كيفاش يعني هكذا، هادو هما يعني لازم اولا نخوو كامل حاجه ما تخليهاش قشه ما تخليهاش، سختو اللي عندها يعني الكريلو دير الدواء قبل كي تخوي ودير الدواء، اللي ما عندهاش كيما حالتي عادي خوي وبداي تمسحي في الغبره. هكذا شوفوا راني خويتهم، حتى الفراش خرجته برا باش راه هاد اليامات راهي شميسه وكامل، ندوه يعني نطلعوه باش تضربه هذيك الشمس، هذاك الميديتي تاع الشتا وكامل. شوفوا انا عندي الميديتي بزاف على هذيك البنتوره تاع الحيط كامل ما قعدتليش، حتى هاد الطابل الفني تاع الفراشات راني دايره فيه هنايا، هاد الفنيق دايره فيه صبابط كامل، هاد الصبابط كامل راح نخرجهم وراح يعني نخلوهم يتهواو شويه ونقوا هاد الفنيق كامل. كما راكم تشوفوا هكذا راني دايره فيه كامل صوالح اللي ما نستحقهمش، عادي ما لبستهمش كامل، نديروهم في هاد يعني الفنيق تاع الطابل تاع الفراشات تاوعي. شوفوا الربوج اللي حطيته، كلشي حطيته في المطلة يعني فوق اللي عفوا. هادو هما المربوج، هاد السنتراني خدمته معاكم تاع الستائر، نديرو فيه لي شال تاوعي، هادو لي شال انا ما نحتاجهمش، اما لي شال تاع الملايات والجلاليب تاوعي نديرهم نطبقهم في الوسط تاع الملايه ولا الجلابه، كل شال في الملايه تاعه ولا الجلابه تاعه. ما بالنسبه لي ما احتاجيتهمش، صنعت لهم هاد المنظم راح نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، خليكم الرابط تاعه. هذا هو الربوج، شوفوا شحال ياسر يعني حاجه يعني بزاف. من بعد رانا رايحين نظموه، راح تشوفوا كيفاش راح يولي الخزانه تاعنا منظمه ويولي كامل هاد الربوج يباني حاجه قليله. حنا نحتاجو هادي، يعني
نفضو بها كامل الغبره قبل ما نمسحو، لازم الغبره نفضوها كامل، لازم تنفضي الغبره قبل ما تمسحي، ما لازمش تمسحي الغبره بالبوليش وانت ديجا كاين هنايا الغبره بزاف راح تتوسخ، يمشي راح تنظفي، لازم نمسحو كامل الغبره تاعنا، نفضوها جيدا، نفضو كامل الخزانه تاعنا. راح نبداو بها ان شاء الله كما راكم تشوفوا على بركه الله، يعني بسم الله نبداو بالخزنه. انا نحن نقعد لكم ننظف كيما هكذا، يعني كامل الغبره نمسحوها، كش حاجه طايحه، يعني كما تعرفوا ان الخزانه من بعد تولي بالخفت تسربج. هذا حنايا في المنطقه كاين الغبره بزاف هكذا، راح ننظفوها كامل. شوفوا شرف يعني في الخزانه هذه اللي نعلق فيها بزاف، يعني نحط فيها من هذو المنظفات تاعي كامل هنا تحت كامل على هذاك تتربش كيما هكذا وتتبسخ. راح ننظفها كامل من الغبره كيما راكم تشوفوا، يعني بزاف البنات لازم يعني تعرفوا كيفاش تبداو. الناس يعني كاين اللي يعني تبدا بشويه وتنظف الغبره والقش الداخل وتعاود تقلع القش هكذا، راح تدي الوقت وراح تزيدي تربجي ماشي راح تنظمي. هاد الطريقه يعني اسهل ما يكون انك يعني تحطي كل شيء قدامك باش تشوفي واش راكي ديري، باش تعاودي كامل السيستم تاعك تاع النظام. والله راح تعطيك يعني طريقه شابه بزاف. هذه واش نحتاج في بعد ما مسحنا كامل الغبره من الخزانه تاعنا حتى من الفوق ونمسحو كذلك، حنا نحتاجو هذا الشيفونه وهذا المنظف تاع الزجاج. انا نمسح بالمنظف تاع الزجاج الداخل، من برا نمسحو بالبوليش عادي تاع اللوح، يعني باش من رشوش اللوح تاعنا من برا، وكذلك يعني تعطي هذاك البارق للوح تاعنا هكذا. واللي ما عندهاش نقي بالمنظف الزجاج عادي، يعني كذلك منظف الزجاج فيه واحد الريحه يعني شابه بزاف، احنا تعطيكم ريحه شابه في الخزانه تاعك، تولي حاجه شابه وكلش يعني، وتنظفيها تولي تبري غير روحها. هنا راح ننظفوها كما راكم تشوفوا هكذا كامل هذوك يعني الغبره ونمسحو كامل المير الخزانه تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا يعني هذا هو، يعني نستعمل هذا اللون الازرق، نرش غايه ونمسح كامل الخزانات بهذه الطريقه. سهله بزاف البنات والله، يعني كاين اللي عايشه مع الجوز تاعها وعندها غير شبره ولكن ما تعرفش تنظمها، ما تعرفش دائما الربوج عندها، دائما القش ياسر، خاصه اللي يديروا القش تاع ولادهم مع قشهم. نرجعوا بعد ما مسحنا كامل يعني الخزانه، نرجعوا للاكوافيس تاعنا، راح نحط كل شيء كذلك، لازم تحطوا كلش، كل شيء تحط يعني من بعد سختوا الاكوافيس من بعد تبداي تحطي فيها تحطي. شوفوا كيفاش راهي دايره، راهي يعني في حاله لا يرثى لها، مع اللي هي بنتي وكامل توشي زداد توشي يعني توسخ بزاف، سختوا الا كلاتيها وقت ولا حاجه ما تخليش. نرجعو للطابله تاع التلفزيون، راح نقلعو كامل هذوك لي غارنيتير تاعها اللي فيها ونمسحوها، ما لازمش تخلو لي غارنيتير في الطابله في لاطاب وتعاودو يعني وتمسحو، ما راحش تنظف كامل يا راح زعما راح هكذا راح غير تغلطو فقط. انا نحيت كامل، نمسح الغبره كما راكم تشوفوا، نفضو الغبره ومن بعد نمسحو بالبوليش تاع الزجاج هكذا، نقي كامل الغبره، نطفي التلفزيون باش نقو. انا مازال ما استعملتش بوليش، راني مخليه التلفزيون الجينيان يعني تتفرجوا كامل باش ما تهبلنيش هكذا. نمسحو كامل الغبره ومن بعد نحيو الغالونج هذيك وهذاك 3 سنتي وهذوك الخيوطه وكامل هكذا كما راكم تشوفوا. حاجه سهله يعني وطريقه يعني بسيطه باش تنظفي كامل التلفزيون تاعك ولا طابل تاعك، حتى يعني من الخلف تاع التلفزيون نمسحو الغبره كامل، يعني كامل الجوايح لازم تكونوا يعني منتبهين غايه لهاد الصوالح، لازم يكون كلشي نقي كلشي بخوبخ هكذا. نجيب بوليش ونرش كامل على اللاطاب تاعي التلفزيون، نمسحوه بلانجيت عاديه تاع الزجاج. انا راح نمسح اللاطاب نمسحوها غايه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، نقو غايه لاطاب تاعنا حتى لهاد الانابيب اللي فيها ونقلعو كامل يعني 3 سنتي، نقلع كامل هذوك لي كابلو كامل هذه، نطفو 3 سنتي يعني نقلعو كامل غالوج من طابله باش نقوها
نقو كامل الطابلة تاعنا من تحت هكذا، ديمو كذلك نقيوه، يعني طريقة سهلة بزاف مشي صعبة عليك باش تخوي كامل القش تاعك وتنظفيه. بعد ما خويت لا كونفيس تاعي، شوفوا كيفاش يعني خويتها كامل من الربوج اللي كان فيها وكامل، باش نعاود ننظمه بطريقه جديده وتحسي بحاجه جديده، يعني تحسي كلشي تنظم، كلشي تنظف، ماشي كي تنظفي حاجه وتخلي حاجه ما راحش تحسي بوالو، تحسي كلي ما درتي والو. اولا نمسحوا الغبره، يعني كيما العاده نمسحوا الغبره كامل هكذا، لازم ننظفوا كامل الغبره تاعنا. بعد نستعملوا عاد نستعملوا البوليش ولا المنظف. هاد الرخامه اللي هنا في الوسط ننزعوها كامل ونمسحوها، ونمسحوا الغبره اللي في الوسط كذلك، وكشرتيله يعني تسيبرتيله اللي ما تنظفش يعني يوميا تسيبرتيله. انا بعد من نظف من السيمانه الجمعه الجمعه ننظف كلش، ولكن ننظف من جمعه الجمعه وتسيبرتيله، يعني رتيله نهار تقعدي تسيبيها. نمسحوا الزداج كما كنتو تشوفوا، انا الزداج تاعي ماهوش ممسخ يعني لتحت، كي تكون ممسخه نحيها كامل ونقيها، ونقي لتحت هذاك اللوح اللي تحت الزداجه. الان الزداجه هذه راهي نظيفه ما نحيتهاش، راح نمسح هادو كامل، راح نقيهم بالبوليش كما كنتو تشوفوا هكذا. يعني شوفوا البيبان كراهم دقلصين، جينا دائما توشيهم بيديها تدقلصهم لي هكذا، حنظفهم مليح، مسحو مليح، يعني مسحو جيدا باش تشوفوا الحاجه نقيه، دعوه شابه ماشي حاجه نقيه، حاجه مسخه ما تحسي بوالو هكذا. اليوم راح ننقي كامل يعني الحوايج تاوعي، وكيما نقولوا لا كوافيز، اما بالنسبه للفريجيدير والخزانه تاع جينان راح نخليهم ندير لهم نهار ان شاء الله، راح نوريكم يعني كيفاش راح ننظفهم، كيفاش راح نرتبهم كذلك. شوفوا نمسحوا كامل جوايه، يعني من جميع الجهات راح نمسح هكذا، نظفوا جيدا سختو، يعني كي تدخل رمضان، رمضان تحبي كل شيء نقي، تحسي بالراحه والله كي تكون كل شيء نقي تحسي بالراحه، يعني انت نفسيا ترتاحي، تلهي غير في الماكله، تلهي في توجدي في الطابله تاع رمضان، تلهي هذا ما تلهيش، سختو اللي عندهم العائله كيما حالتي، يعني تلهاو غير في في لاطاب، تنوضي من الصباح تتوجدي في الطور حتى العشيه وما تكمليش على هذاك، ما حش تلهي بزاف تنقي كلش. راح نقو الزداج كذلك، انا درت لها البوليش بعد نمسحوه يعني بشيفونه، نقو كامل الزداج عاد باش نجيبو فروتوار ونمسحو هاد البوليش نهودوه. كما كنتو تشوفوا، شوفوا راني نحيت هذيك الرخامه ومسحت كامل الغبره اللي كانت تما هكذا، ومن بعد نمسح بالبوليش هكذا. شوفوا كما كنتو تشوفوا، يعني لا شومبر تاعي يعني راهي قديمه، ولكن شوفوا مازلت حافظه عليها كيما كانت، يعني ما خليتهاش قدمت بزاف، دائما يعني نقيها، دائما مستحفظه بيها، ندير لها بوليش نفرنيها هادي. ان بعد ما مسحنا كيما راكم تشوفوا الطابل تاعنا، راح ننظموها نرجعوها كيما كانت. ان نبداو بعد ما ننظموا نرتبوا كلش، ويعني ننقوا كلش نمسحوا كلش، نبداو في التنظيم وفي الترتيب. انا راح نجيب هاد لي غارنيتير، راح نقيهم كامل بالبوليش كذلك، ما راحش نغسلهم لان هادو غير زداج، نقاهم بالبوليش. نرجعوا الان يعني للي، شوفوا الزداريه كيفاش راه فيها الغبره، الغبره بالخف تجي والله ما تحسش كاع من تجي، كل يوم نمسحوا لكن الغبره يسرى. شوفوا راح نظفوه كامل الغبره تاعنا، نفضو كامل كيما هكذا حتى من تحت، يعني تيبو رتيله تيبو حاجه كيما تعرفوا دائما، يعني تيبو نفس الشيء هكذا، نظفوه كامل من تحت ومن الفوق. انا نمسح لكم يعني الغبره كامل باش تشوفوا، يعني الناس خاصه المبتدئات واللي عايشه يعني مع جوزتها ما عندهاش الوقت، تقول لك ما عنديش الوقت، لا بالعكس عندك الوقت، يعني سيبي الوقت اللي تنقي فيه الشومبرا تاعك، تنقي الكوزينه بنهار، ومن بعد تنقي الشومبرا تاعك ديري لها نهار، ديري فطورك بكري، تنوضي الصباح يعني سبعة ولا ديري فطورك بكري وتلهي الشومبرا تاعك، نقيها عادي ما تخليش روحكم بالسخاء، العكس يعني كي تكوني مع جوزك هي اللي تنقي هكذا. كما راكم تشوفوا لازم تنقي كامل لا شومبر تاعك، تنقيها تزينيها، كي تكوني يعني سيغتو كي تكوني في العائله نقي، ديجا القاضي كان دائما يكون لازم دائما تكوني نقيه، تكون الحاجه تاعك يعني بروبر، تي ترتاحي نفسيا والله بالنظافه. بالنسبه لهاد بعد ما مسحنا الغبره راح نمسحو كما راكم تشوفوا، نمسحو كامل بالبوليش هكذا، نمسحو كامل اللي كذلك،
مسحه كامل. انا نمسح غير بالبوليش تاع الزجاج، لان البوليش تاع اللوح فيه ريحه بزاف، نقي فيه خطره في الشهر برك نقي به اللوح. الماريون ندير له البوليش عادي ونحل التيق، يعني نحل التاقه بصرب هذيك الشمس باش هذيك الريحه تاعها كامل تروح. هكذا نقو كامل، يعني حاجه ما تخلوهاش كما راكم تشوفوا، حتى هذه الحاشيه اللي من النار راح ننظفوها، مسحوها يعني جيدا. شوفوا كيفاش راهي، يعني راهي مبهدله، تقعد النهار تبهدل صراحه. شوفوا جينا الما راهي دايره بالحليب والياغورت وكامل، تقعد تاكل تمشى توشي الغبره. شوف انا راح ندير لهم البوليش ونمسح يعني ونقي جيدا، كلشي راح يتنقى، يعني تي هي اللي تحكمي على روحك، النظافه تنقي عادي، كلشي راح يولي شباب، ميم الراجل تاعك راح يفرح بيك، كي يجي من الخدمه يحس بالراحه، يسيب كلشي نقي، يسيب كلشي شباب. هكذا نقو كامل. بالنسبه يعني هذه يعني كي تنقي كي تفدي كلش نقي هاد الجوايه، ولكن في يوميات العاديه يعني الايام العاديه نمسح غير من برا فقط. وكاين حاجه يعني شي البنات لازم الماريو تاعك ولا الخزان تاعك لازم تجبديها كي تبغي تسيقي، لازم دائما تسيقو تحتهم، ما تخلوش هذاك يعني الغبره وهذاك كلشي يتلايم تحته. هكذا تجبدوها كامل على الحيط وسيقو تحتها ونشفي وعاودي سيقي. كما تعرفوا حنا اللي يكون عندنا بزاف القش دائما يعني نجبدوا الحاجه نسيقو حاجه ونخلو حاجه ونعاودو نرجعوها نشفي سيقي، هنا حكي مليح بالرغوه وكامل. هكذا نقي مليح وحكي يعني عادي، حكي بالباليه تاعك هكذا. وكذلك يعني بالنسبه للكاشري دو راني بدلته وديت هذاك درته في الماشينه يتغسل، عادي غسلته، نغسل كامل كل شيء يعني مع بعض في وقت واحد ما نخلوش. هكذا اللي بدلت هذا امامكم، شوفوا كيفاش نقيت كذلك فاني هذا الكليماتيزير مسحتها غير من برا. راح ندير لكم نهار تشوفوا كيفاش تنقوا الكليماتيزير، يعني جا وقت الصيف حنشعلوها لازم نقوها باش ما تعطيش هذيك الريحه فيها تاع الميديتي والغبره كامل اللي في الوسط تاعها. على هذاك راح ندير لكم نهار كيفاش راح تنظفوا الكليماتيزير تاعكم. هكذا هذه هي يعني لا شومب تاعي، راني نظمت. شوفوا الملابس، هذه الجهه تاع الزوج تاعي راني نظمت الملابس، هنا راني درت له يعني قشه اللي يحتاجه يومي، والفوق درت له قشه تاع الخدمه هكذا يعني صوالحه اللي يحتاجهم نديرهم امامه. هنا درت العمامه تاعه لتحت يعني باش تبان بلي قش تاع راجل. هنا درت له القش تاعه لامبريمونتو كامل صوالحه تاع الخدمه، راني نظمتهم له تحت كيما راكم تشوفوا. هكذا يعني هذا هو التنظيم، يعني لازم تنظموا كامل صوالحكم. هنا مازال ما عمرتهمش، هنا انا ندير الدراوات، ندير كامل الدراوات هنايا ولي كاشكوات تاوعي، وهنايا علقت الكسوه تاوعنا كامل، يعني اللي تعلق علقتها واللي ما تعلقش راني طبقتها. هذه الجهه تاعي شوفوا هادو كامل، هذه يعني هذه هي التنظيم، يعني لازم تخلو فارغ منه من هكذا. شوفوا البنات يعني هذا هو التنظيم، لازم تنظموه بحاجه يعني حاجه جديده. شوفوا كيفاش كنت دايرت لهم، عاودت لهم يعني تنظيم جديد، خليت الفراغات يعني منا ومنا، ودت القش في الوسط باش يعني القش تاعي دائما يقعد يعني بخوبخو وما تعطيش فيه الريحه وما يتليموش، يقعد كلشي باين. هنا تحت درت قش الحمام، نظمته يعني هذه المنظمات كامل اللي خدمتهم لكم. راح ندير لكم يعني الروابط تاعهم في صندوق الوصف ان شاء الله. هذو كامل خدمتهم يعني في القناه، هذا يعني راني خدمته عنده اموا ولا راني درت فيه القش تاوعي. شوفوا يعني درت فيه كامل لي زاكسيسوار تاوعي اللي نحتاجهم، صوالح تاع يعني تاع صوالح البدعيات لي برونش، هذه كامل هذا فاني راني خدمتها لكم مقبل، يعني راح نخلي لكم كامل هذا يعني اللي تحتاج هذه المنظمات راح نخليها لهم الرابط تاعها في صندوق الوصف. شوفوا هذا المنظم كذلك راني خدمته، راني درته يعني منظم للسرابي تاع الحمام كامل. هذه لاكوافيز شوفوا كيفاش نظمتها من الداخل، درت صوالحي يعني الماكياج كامل، وهنايا صوالح اللي نحتاجهم الريحه تاعي، الريحه تاع الميسيو، ريحه تاع جينان كامل درتهم هنايا، كما ماء الورد انا نحتاجه دائما كذلك درته هنايا. منا درت هذا المشطه، هذا كذلك منظمات كامل خدمتهم يعني راهم في القناه خدمتهم روحي. هنا لاطاب شوف كيفاش زينتها، هذه المنظمة انا خدمتها لكم كذلك لي كوموند تاع التلفزيون، نخلي لكم يعني كامل الرابط تاعهم في صندوق الوصف ان شاء الله راح تشوفوهم، يعني اللي عجبتها حاجه خلي لها الرابط تاعها في صندوق الوصف.
وهاد الفريجيدار مازال ما نقيتهاش مع الاكواريوم، راح ندير لكم كذلك يعني فيديوهات كيفاش راح نعمروا الاكواريوم تاعنا. هذه هي يعني الخزانه تاعي، شوف كيفاش مسحتها من برا راهي تبريي. الزجاج كذلك مسحته، يعني مسحته غير بوليش والفروتوار. هذه هي عاود فرشت السداريه تاعي وخدمت لها، يعني درت لها دراوات جدد وكاش كوات، درت الكوات الداخل راه مازال البرد يعني مشي نحو كامل. شوفوا هذا هو يعني مازال ما درتش القعده تاعي، انا يعني مخليتها بلا تفريشات. عاد القعده راح نغسلها ونغسل الطابي وعاد نفرش هكذا. هذه هي يعني الروتين تاعي في التنظيف يومية، يعني زوجة سكنة في العيلة، يعني في عيلة كبيرة عندها غير ان شامبر تخمل فيها كامل صوالحها، كامل كل شيء صوالح دير فيهم بهذه الطريقة. يعني فلاش مازال ما جبتهاش، مازال ما خملتهاش، راح نخمله ان شاء الله. انا وريت لكم يعني طريقة التنظيف، طريقة التنظيم كي تكون واحدة يعني عندها القش ياسر، راح تكون يعني بهذه الطريقة طريقة سهلة تنظموا صوالحكم. لازم التنظيم، لازم تنقي دايما باش ما يقوش عليك الربوج، يعني لازم تخملي مليح. نتمنى تكون عجبتكم هذا الروتين تاعي، ما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.